أولاً، ما عنوان الحكاية؟ أحسنتم، عنوان الحكاية هو "تعطلت الطائرات". ومن هي شخصيات الحكاية؟ أحسنتم، غيثة ثم ليليا، الأب، أحد الأطفال. أحسنتم. ما هو المكان المذكور في الحكاية؟ البيت. أحسنتم. مدينة الألعاب. جيد. الأرض. حسن. ما هو الزمان الحكاية؟ في وقت مناسب، بعد دقائق. أحسنتم. ماذا حدث في الحكاية؟ جيد، زيارة غيتا واستقبالها، موافقة الأب، زيارة مدينة الألعاب، الاستمتاع بركوب السيارات والطائرات. أحسنتم. والآن دعونا نستمع مرة أخرى للحكاية، ولكن يجب أن تنصتوا جيدا. وتعطلت الطائرات، رن الجرس، فتحت غيتة الباب، وجدت ابنة عمها ليليا، رحبت قائلة: أهلا ليليا ومرحبا، تفضلي، جئت في الوقت المناسب، سنطلب من بابا أن يأخذنا إلى مدينة الألعاب. استجاب الأب لرغبة غيتة وليليا، واصطحبهما إلى مدينة الألعاب، وما إن اقتربوا منها حتى بانت لهم طائراتها وأراجيحها تعلو وتنخفض. وصلوا إلى مدينة الألعاب، ركبت غيتة سيارة وأمسكت المقود، وجلست ليليا بجانبها، تحركت السيارات، تدفعهما هذه السيارة من الخلف، وتصدمهما الأخرى من الأمام، وغيتة تملأ الدنيا ضحكا، وليليا تصيح بها: حذاري، انتبهي، سيري على اليمين، اضغطي على المكابح. تركت غيتة وليليا السيارة وركبتا طائرة، صارت تدور وترتفع بهما مع غيرها من الطائرات الأخرى بسرعة فائقة، فحلقت بهما عاليا، وهما تصيحان فرحتين تلوحان من الأعالي. فجأة توقفت الطائرات، سيطر الخوف على الأطفال. ما الذي حدث؟ ارتفع البكاء وتعالت النداءات. قال أحد الأطفال: سنظل معلقين في السماء، نحتاج إلى مظلات لننزل. أمسكت غيتة بيد ليليا فعانقتها، وأخذت تطمئنها: لا تخافي، سنعود إلى الأرض بسلام. بعد دقائق سمعوا مكبر الصوت: نعتذر عما وقع، لا تخافوا، انقطع الطيار الكهربائي وقد عاد. بدأت الطائرات تدور من جديد، ظهر الاطمئنان والفرح على الوجوه. قالت غيتة: الحمد لله، سنعود إلى الأرض بسلام. ودعت لي عائلة عمها منشرحة بزيارة مدينة الألعاب، وهي تقول: شكرا، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله. والآن أحبتي سننتقل إلى فهم الحكاية، ولكن يجب عليكم الإنصات إلى السؤال جيدا.
والإجابة عليه. من زار غيتا؟ جي زار غيتا ابنة عمها ليليا. وكيف رحبت بها؟ جي رحبت بها قائلة: أهلا ليليا ومرحبا، تفضلي. ماذا زارت ليليا وغيتا؟ جيد، زارت ليليا وغيتا مدينة الألعاب. أحسنتم. ماذا ركبتا؟ جيد، ركبت غيتا وليليا سيارة. ماذا حدث لهما؟ توقفت الطائرات عن الدوران. أحسنتم. لماذا؟ جيد، لأن التيار الكهربائي انقطع. سنركز على الحروف المتشابهة الباء والتاء والثاء والنون والياء. ملعقة، فقر، ورقة، مقلمة، دجاجة، سهم، أدوات، فضاء، بقرة، رياضة، وردة، مسمار. من يأتي بكلمات تتضمن صوت ب؟ باب، بستان، بيت، حبل، سبورة، من يأتي بكلمات تتضمن صوت ت؟ تاج، توت، تمساح، كتكوت، كتاب. من يأتي بكلمات تتضمن صوت س؟ فور، ثعبان، ثعلب، مثلث، اثنان. من يأتي بكلمات تتضمن صوت ن؟ نحلة، نمر، نملة، عنب، مصنع. من يأتي بكلمات تتضمن صوت ي؟
يمامة، يقطين، يد، ناي، كرسي، سنعيد قراءة الكلمات السابقة ونلاحظ الفرق بين الحرفين نطقا وكتابة. باب، بستان، بيت، حبل، سبورة، تاج، توت، تمساح، كتكوت، كتاب، ثور، ثعبان، ثعلب، مثلث، اثنان، نحلة، نمر، نملة، عنب، مصنع، يمامة، يقطين، يد، ناي، كرسي. اقرأ الكلمات التالية. بيض، سيران، بائع، زيوت، ميزان، نافذة، ثمين، تسعة، تلميذة. أتلفظ. با، بو، بي، با، بو، بي، تا، تو، تي، تا، تو، تي، ص، ث، 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 ث. أتلفظ. ي، يو، ي، يا، يو، ي، ن، نو، ني، نا، نو، ني. أقرأ الجملة. مكتبة أبي بها كتب كثيرة. سلمى فتاة مجتهدة. أخاف كثيرا من الثعابين والثعالب والثيران. يتناول منير التمر. يلتفت يوسف يمينا ويسارا. خيول، ليمون، زيتون، خيمة، ثعبان، سنبلة، صنوبر،
خزانة. ثياب. محراث. ثلاجة. ثوم. تين. تمر. حوت. توت بري. طبيب. مكتبة. بالون. بصل. تابعوا معي هذا التذكير. 3-1 يساوي كم؟ فكروا جيدا. رائع يساوي 2. كيف ذلك؟ إذا تابعوا معي هذه التجربة. 1-2-3. سوف نطرح تفاحة واحدة. كم بقي؟ رائع. 1-2. إذن 3-1 يساوي 2. ننتقل الآن سوية إلى درسنا الجديد. إذن انظروا ماذا تلاحظون في الصورة. رائع، إنه فلاح يحمل بيضا. إذن سنقرأ هذا النص سوية. إذن تابعوا معي. قام فلاح بجمع 76 بيضة من مزرعته، فلما أراد حملها سقطت فتكسرت منها 23 بيضة. السؤال المطروح: احسب عدد البيض الذي لم يتكسر. إذن فهمتم المسألة. إذن كم هو عدد البيض المجموع؟ بمعنى كم هو عدد البيض الذي جمعه الفلاح؟ رائع، 76 بيضة. الآن كم هو عدد البيض المكسور؟ رائع، العدد هو 23 بيضة. أحسنتم. الآن سوف ننتقل إلى هذا السؤال. إذن فكروا معي، كيف سنحسب عدد البيض الذي لم يتكسر؟ ما هي الطريقة التي سنستعملها لكي نحسب عدد البيض الذي لم يتكسر؟ أو بمعنى آخر، ما هي العملية التي سنستعملها؟ رائع، سنستعمل عملية الطرح. أحسنتم، عملية الطرح. إذن تابعوا معي. أتعرفون المحساب؟ أحسنتم، المحساب يتكون من الوحدات والعشرات. إذن سنحسب عدد البيض المجموع داخل المحساب، وكذلك عدد البيض المكسور. سوف نضع العدد داخل المحساب، وفي الأخير سوف نحسب عدد البيض الذي لم يتكسر دائما داخل المحساب. إذن كم هو عدد البيض المجموع؟ أحسنتم،
وسبعون بيضة. ستة في خانة الوحدات، وسبعة في خانة العشرات. وكم هو عدد البيض المكسور؟ رائع، 23 بيضة. ثلاثة داخل خانة الوحدات، واثنان داخل خانة العشرات. الآن سنحسب، 6 ناقص 3، الوحدات ناقص الوحدات، كم؟ رائع، 3. ننتقل الآن إلى العشرات، 7 ناقص 2 تساوي كم؟ أحسنتم، 5. الآن انتبهوا معي، سننتقل إلى تمثيل هذه العملية. إذن كم هو عدد البيض المجموع؟ أحسنتم، 76 بيضة. سنمثل الوحدات، 6 وحدات، 1 2 3 4 5 6. ننتقل الآن إلى العشرات، كم عدد العشرات؟ 7، 1 2 3 4 5 6 7. إذن نمثل العشرات بالقضبان والوحدات بالمربعات. الآن ما هو عدد البيض الذي تكسر؟ ما هو عدد البيض الذي تكسر؟ أحسنتم، عدد البيض الذي تكسر هو 23 بيضة. إذن الآن سنحسب عدد البيض الذي لم يتكسر. إذن سنطرح عدد البيض المكسور من عدد البيض المجموع. إذن 6 كم سنطرح منها؟ رائع، سنطرح منها 3، 1 2 3. إذن كم تبقى لدينا؟ 1 2 3. أحسنتم، 3. الآن ننتقل إلى العشرات، كم سنطرح من قضيب؟ أحسنتم، 2، 1 2. إذن كم من قضيب تبقى لدينا؟ 1 2 3 4 5. أحسنتم، 5. إذن 76 بيضة ناقص 23 بيضة تساوي كم؟ تساوي 53 بيضة. إذن عدد البيض الذي لم يتكسر هو 53 بيضة. إذن تابعوا معي الآن، انظروا جيدا. الآن سننتقل من المحساب إلى التقنية الاعتيادية للطرح، بمعنى آخر سوف نكتب العملية عموديا. إذن تابعوا معي، لدينا الوحدات العشرات، إذن 76 ناقص الوحدات تحت الوحدات ناقص كم؟ ناقص 23، ثم نضع السطر يساوي كم؟ إذن ماذا نفعل الآن؟ سنطرح الوحدات مع الوحدات، فنقول 6 ناقص 3 تساوي 3، ثم ننتقل إلى العشرات، 7 ناقص 2 تساوي 5. أزولتن المدين أزولتن المدن تلميرتن. ما ديكتين في مدن زراء كتمسيرة المصواد أيوز المدي فوت نساو لقيس خفة نيو الدوتة استقاند تانيو الدوتة استقاند أيوز المد أما كي يواميم أيوز نسيو لقيس خفة نيو الدوت نتوجان واميم استقاند
أيزن متفاو أيزنك أواميم. ماذا تنام اكتولا افتاد أي زنون بس إرباتن إجتيغن إمغاين الراس تدقين أي زنون السنيغ سغاولف زرغ مادكي سيلان ما يزدار نديني كرنت وينست خفا مادي زرا كتولا افتاد سوينك مات لان وداغن ديم غاين تكراد إيربادن نسول زرامة كتولة افتاد ما يزدار نديني ما يزرا كتولة افتاد تربوت نيربادن أرسمونان الراس تربوت أرسمونان الراس أيزنون لان وداغن ديم غاين ذكرات يرباتن تربوتن يرباتن أرسمونان الراس ما يادد نزراكت ولفتاد ليلان من يدنون راد نزرت ولفت ما يزدارنا داغيفك تردو تنسى سكت ولفتاد إنياغ مفردي سوال ودريس دات تنغر ورتان غرا ادريس ميزدار ندغيف تورزاوينز سوينيك مات اي زنون ازدار دي سوال ودريسا دخف ندي نزدقي نتوناتت ازدار دي سوال ودريسا دخف ندي نزدقي نتوناتت سوينيك مات فكتي تورزاوينون إصدار دي سوال ودريسات خفتن دين زدقين تونطت نغدى إصدار دي سوال خفتن يدوث نكرا نربات نستقاند إصدار دي سوال فوالرس كتقاند ألس النالس إصدار دي سوال ودريسات خفتن دين زدقين تونطت نغدى إصدار دي سوال خفتن يدوت نكران يربات استقامة نغدا إصدار أدي سوال خفو الراس كتاقاند تنمير تخف أدفور نون أدرستوم التغريم أدريس غا تقمين نون أزول أغتصفيفتا درف